هذا الانستغرام انا بقوله فيما يتعلق بالحراك الشعبي في لبنان. والحقيقة انه انا بشوف اللي هو نصر الله، حسن نصر الله، ورغم انه كنت اعتبر نصر الله من كبار الشخصيات الموجودين في العالم العربي، لانه كان يعتبر من اكبر المناضلين واكبر المتحدين الى دولة العصابات الصهيونية في فلسطين في جهة الجنوب اللي هي لبنان. ولكن انا اقول وهذا شهادة الحق، نصر الله الان حسن نصر الله لعنة الله عليه، اقوله هنا من امريكا، هذا الشخص اللي كنت اعتبره من القادة اعوذ بالله منه، صحيح انه هو اقل سوءا من دولة العصابات الصهيونية في اسرائيل، اقل لانه هذولاك اسوأ ناس موجودين هم هاي الدولة الصهيونية التي يطلق عليها اسرائيل، ولكن نصر الله بيجي بعدهم لعنة الله عليه. اول شيء انسان طائفي بده يحاول يحافظ على الطائفية اللي هو جماعة العلويين والجماعة الإيرانيين من جهة، وبعدين بحاول يكون اتفاق مع اللي هو ميشيل عون اللي هو طائفي من الجماعة المارونيين، وأنا سواء العلويين أو المارونيين ناس ما يمكن، بل أسوأ من المارونيين اللي هم حاليا جماعة بشار الأسد لعنة الله عليهم، من أسوأ ما يمكن. هذول جماعة اللي هم الجماعة اللي هم عايشين في سوريا وشردوا الشعب السوري نصفه عن سوريا، وعملوا أعمال إرهابية ما قامت من 1400 سنة من أيام الإسلام لحد الآن، ما قامت زي هاي الأعمال تاعتهم هذا. وقبل بشار الأسد كان أبوه الملعون المقبور حافظ الأسد. هؤلاء الناس سواء بشار الأسد أو حافظ الأسد لعنة الله عليهم من أوسخ ما يمكن هذول، وأنا عندي تجارب مريرة معهم مع الجهتين. على كل حال لا أريد أن أذكر هذه التجارب، ولكن أنا بقول هؤلاء ملاعين سيئين جدا، رغم أنه بيدعوا أنهم ضد دولة العصابات الصهيونية، وقد يكون، ولكن يلتقوا معهم في الوسائل وفي الأهداف، هم الجهتين زي بعض، رغم أنه اليهود أخذوا الجولان ومش عارف ايش، ولكن انا بعتبر هؤلاء العلويين او ما يسمى بالنصيريين اللي هم جايين من القرداحة، وسيأتي يوم القرداحة تزال عن الوجود، يعني ما يكون لها اثر بعد عين هاي القرداحة هاي تاعتهم هاي، لأنهم سيئين جدا وسخين، ما عندهم إلا الكراهي إلى السنية وإلى تشريد الشعب السوري اللي يطالب بالحرية ويطالب بأنه يكون عنده يكون هناك نظام عادل وإلى آخره. ولكن إن شاء الله ستكون في المستقبل ستنتهي هذه العصابة إن شاء الله، وستكون ترجع سوريا إلى ما كانت عليه. وأنا أحب سوريا، وما زرت أيام كثيرة جدا أنا زرت سوريا، وخاصة دمشق، الله أكبر ما كانت أجملها دمشق هاي. على كل حال أنا هاي اللي بقوله عن سوريا، وأقوله عن لبنان
ولا أزال أقول إنه الطائفية اللي هي المارونية والطائفية الشيعية اللي هو الإيرانية، هذولا واحد من أسوأ اثنين، أسوأ من بعض. بدي أتكلم شوي الآن